الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة وهداية للعالمين. ثم أما بعد، أعزائي الطلاب، في هذا الدرس نقف بك على مناقشة الأساسين الرابع والخامس من أسس الفكر المادي الحديث الذي يبغي به ضرب الاعتقاد وهدم الأفكار الصحيحة لدى المسلمين. الدرس الثالث نناقش فيه الأساس الرابع القائل بإنكار وجود الله والملائكة، كما نناقش فيه الأساس الخامس القائل بإنكار اليوم الآخر وما فيه من حساب ونشر وحساب ونشر وعقاب من صور ستشاهد يوم القيامة. أما عن نقدنا للأساس الرابع، فأؤكد لك عزيزي الطالب على أن الماديين قد بنوا هذا الأساس الرابع على أساسهم الأول الذي زعموا فيه أنه لا موجود سوى المادة، وكذلك على أساسهم الثاني الذي زعموا فيه أن المادة أزلية ولا تفنى. وقد مر بنا عزيزي الطالب الرد القاطع على هذين الأساسين، فأكدنا أنه توجد أشياء في الكون موجودة غير المادة، وأن المادة ليست وحدها هي الموجودة، كما أكدنا باعتراف الماديين أنفسهم على أن المادة ليست أزلية ولا تفنى، بل هي تفنى وأنها ليست أزلية. ومن هنا إذا كانت المادة يوجد بجوارها غيرها، كما أن المادة لا تفنى، أكدنا أنها تفنى. بهذين التأكيدين تبين لنا أن الله تبارك وتعالى موجود، واليوم والملائكة موجودة، والجن موجودة، وإن لم تكن تراها الأعين والأبصار. لقد أبطلنا فيما سبق هذين الأساسين، فيلزم الماديين الاعتراف بوجود الجن والملائكة، وهذا ما أكدته آيات القرآن في وجه أولئك الذين ربما ينكرون ذلك فيعترفون بآيات القرآن. يقول ربنا تبارك وتعالى: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. فالضمير في قوله إنه أي الشياطين، وقرناء الشيطان يروننا، وحيث لا نراهم ولا ندركهم بحواسنا، ومعنى ذلك أنه يرانا هو وقبيله، أي أنه موجود وإن كنا لا نراه بالعين. كذلك نقول في هدم هذا الأساس الخامس الذي يتعلق باليوم الآخر مما يدعيه أصحاب الفكر المادي، نقول لهم ونوجه بعض التساؤلات الهامة: ما الدليل على عدم إمكان البعث؟ وهل لديكم برهان قاطع يجعل ذلك أمر مستحيلا؟ وهل هناك خلق أول سابق لهذا الخلق أم لا؟ نعم، لقد اعترفتم سلفا أيها الماديون بأن هناك وجود أول، فالذي خلق الأول قادر على أن يخلق الثاني، وليس هناك أول سوى الله الواحد الأحد. أيضا نقول لهم إن العقول تقضي بأن إمكان وقوع الآخرة يقتضي قبل كل شيء ألا يكون الإنسان والكون في شكلهم الحالي أبديين. وقد أكد لنا البحث والنقاش الماضي أنه يستحيل أبدية الإنسان والكون، ونحن نشاهد الإنسان يموت، ونحن نشاهد الكون يحدث فيه دمار وهدم، ونحن نشاهد وقوع الأشياء أمام أعيننا، فإذا ليست أبدية مستمرة. إذ لو كان الإنسان أو الكون أبديا لما كان هناك آخرة. أما وقد أصبح الإنسان يموت والأشياء تنهدم أمامنا، إذا هناك يوم آخر سيلتقي فيه الناس أمام رب العالمين. كذلك نقول لهؤلاء المادين: أما سألتم أنفسكم يوما ومن آمن معكم بنظرياتكم لماذا خلق الله الكون؟ أما سألتم أنفسكم سؤالا لماذا خلقنا الله في الكون؟ وإذا كانت لنا حتما نهاية
فهل يستوي الظالم والمظلوم؟ نقول لهم يا معشر الماديين، إن العدل الإلهي يقضي بوجود اليوم الآخر حتى يقتص فيه من الظالم للمظلوم ويأخذ حقه. لذلك مسألة الثواب والعقاب إنما هي علة كونية وعلة ربانية من وجود اليوم الآخر. الأساس الخامس أيضا في هدمه، نقول إن الإيمان بالآخرة ضرورة حتمية كونية وإنسانية وأخلاقية، ويمكننا الآن أن نقدم بعضا من نصوص القرآن أمام أولئك الذين عندهم من العقل والفهم والوعي من الماديين ما يمكنهم أن يعترفوا بما جاء في آيات القرآن. يقول ربنا تبارك وتعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. إن السؤال هنا من الله الواحد الأحد للعقلاء، لمن يؤمنون بأن الله هو المدبر الحكيم. لقد أراد الله لنا أن نبعث، لماذا؟ حتى يكون إعلان قاطع بعدل الله تبارك وتعالى، فيأخذ المظلوم حقه من الظالم. وأيضا قال ربنا تبارك وتعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. حاشا لله أن يجعل المتقين كالفجار. إن هذه الآية المحكمة تؤكد على أن العلة واضحة تمام الوضوح من وجود اليوم الآخر أمام أعين الناظرين من عقلاء الماديين. كذلك أعزائي الطلاب، نستطيع أن ندحض هذا الأمر بهذا المشهد الدامر الذي كان فيه أبطاله من آباء الماديين. الوليد بن المغيرة يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيدفع في وجه النبي بعضا من العظم القديم الذي رمى وبلي، فيفركه بيده القوية وينثره أمام النبي في الهواء، فيقول: يا محمد، أتزعم أن ربك يبعث هذا بعدما فني ورمي هكذا؟ فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم باللسان الواثق والموقن بأن الله تبارك وتعالى قادر على الخلق والإيجاد، فقال له: نعم، ويبعثك ويدخلك النار. هذا المشهد تجسده الآيات الكريمة. قال تبارك وتعالى: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. هكذا جاءت الآيات ردا قاطعا على آباء الماديين. ألا هل اعتبر الماديون المعاصرون صدق القرآن بما جاء فيه وهدما لدعواهم؟ نعم. هل هناك من تساؤلات أخرى؟ الجواب إن التساؤلات هنا مع الآيات لا تصلح، بل إن الآيات ردا قاطع. وهنا نقف. هل هناك من تساؤلات أخرى ومناقشات لباقي الأسس؟ نعم، ستحمله الشرائح التالية.